الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغابا لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الرضا ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يزلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وسلم وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتعقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق أمين المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن إمامنا بالحق أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى إمامنا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي
زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وعلى أزواجه خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة، وعلى سائر أزواجه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرزا، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمنافقين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.